الآن مع السلام الوطني لمنتخب الهكسوس. أنا كل ما أقول له يقول لي هو لأ، يجرحني وأقول له يقول لي برضه لأ 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 لأ. وزي ما احنا عارفين ان الهكسوس بيعبدوا الاله روبي من زمان جدا. والان مع السلام الوطني لمنتخب الفراعنه. احنا الفراع فرعنا، الفراع فرعنا، الفراع فرعنا، احنا حمص تبعنا، حمص تبعنا، حمص تبعنا. ولا هو هلا هلا هلا، بيولعوا اللقاء. احمص بيتوسط الملعب عشان يلعب الرفه ونبتدي المباراه الحلوه بتاعتنا. يا نهار ابيض على الرفه، ايه اللي هيحصل؟ خلي بالك خلي بالك خلي بالك، اكيد 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 رفه هتحصل اهي. خلي بالك بيطلع له فلوس، ده بيرشي ولا ايه يا جماعه؟ بيرشي ولا ايه؟ ده بيديها للفراعنه. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، خلي بالك بيعملها مره ثانيه وبيدي له فلوس. ده بيقلبوا الهكسوس عيني عينك كده، بيقلبوا الهكسوس عين عينك، مش ممكن. خلي بالك ايه، فلوس مره ثانيه، شكلها تقلب بخناقه ولا ايه؟ يا نهار ابيض، لسه بقول لحضراتكم بيصفر احمص وهنبتدي المباراه بتاعتنا. يا سلام على الروح الرياضيه، بيسلموا على بعض، عايزين الدوري يرجع ثاني يا جماعه، عايزين الدوري. ابو جلبيه جه ثاني، ابو جلبيه جه ثاني. يا نهار ابيض، انهار ابيض، يا نهار ابيض، الراجل ده موجود في كل العصور يا جماعه، في كل العصور ابو جلبيه. واحمص يتوسط الملعب عشان نبتدي المباراه الحلوه بتاعتنا. واحمص ماسك الكره وبكل حياديه هيلعبها لمين المره دي؟ خلي بالك خلي بالك، بكل حياديه اهي لاعبها الفريق. يا نهار ابيض يا جماعه، المباراه ابتدت، هجمه حلوه، خلي بالك الكره رايحه فين؟ ايه اللي بيحصل دوت؟ يا نهار ابيض على الخناقه، احمص بيعمل ايه؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض. استوب الكاميرا يا محمد، استوب الكاميرا يا محمد يا ناصر. انا شاكك ان في موس طلع في الماتش يا جماعه، في موس طلع في الماتش. عيدها لي يا محمد بالتصوير البطيء يا حبيب قلبي اهو. خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك اهو، دخل عليه الراجل اهو، في موس ولا مفيش؟ ايه الراجل هوقت اهو، طلع له الموس اهو، طلع له الموس اهو. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، خلي بالك خلي بالك خلي بالك. استوب الكاميرا يا محمد، نشوفها بسرعة بقى. أهي 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 أهي، يا نهار أبيض يا نهار أبيض، خلي بالك خلي بالك، مش ممكن يا راجل، يخرب عقلك يا مجرم. جري لي الماتش يا محمد، جري لي. وأحمص أهو بيطلع وبيطرد أول واحد من الهكسوس، أحمص أول واحد. ياه ياه، خلي بالك خلي بالك، الدنيا هتولع المباراة. ونرجع للمباراة الحلوة بتاعتنا، مباراة سخنة جدا. احمص هيعمل اسقاط وهيرمي الكرة بكل حيادية لمين المرة دي؟ محدش عارف، بكل حيادية. خلي بالك خلي بالك اهو، يا نهار ابيض بالعمل فين مرة تانية؟ مش ممكن يا جماعة، ايه الواحد، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ياه يا نهار ابيض يا نهار. استوب الكاميرا يا محمد يا ناصر، اشكرك يا حبيب قلبي. المباراة حصل فيها خناقة كبيرة لازم نشوفها، ارجع لي بالكاميرا يا محمد، ارجع لي كمان يا حبيب قلبي، كمان 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 يا محمد. لا مش هنا، ارجع ارجع يا حبيب قلبي ارجع. استوب الكاميرا هنا، خلي بالك بقى معايا، نشوفها بالتصوير البطيء. خلي بالك خلي بالك اهو، اكيد 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 اهو، قطعا عمل له حركة جون سينا. خلي بالك وحط رجله. استوب الكاميرا يا محمد اهو اهو، ضربني وبكى وسبقني واشتكى. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، خلي بالك يخرب عقلك، هو اللي ضربه وهو اللي ماسك عينيه. نشوفها زوم بقى، نشوفها زوم كمان. يا نهار ابيض، جري لي اللعبه يا محمد، اشكرك يا حبيب قلبي. يا والاحمص، احمص بيطلع الكارت الاحمر الثاني وبيطرد ثاني واحد بالهكسوس. يا نهار ابيض، مباراة صعبة، مباراة حلوة 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 المباراة، مفيش مباراة كده، متعة المتعة. نرجع مرة تانية للمباراة الحلوة بتاعتنا، أحمص هيعمل إسقاط لتالت مرة يا جماعة، هيلعبها بكل حيادية لمين؟ خلي بالك خلي بالك خلي بالك، أهو بيلعبها. يا نهار أبيض، إيه الراجل ده؟ خلي بالك، قال له كلمة قبيحة في ودنه ده ولا إيه؟ خلي بالك التاني لف ودنه وهبط برسية. يا نهار أبيض
واحمص بقى. يا نهار ابيض، خلي بالك، استوب الكاميرا يا محمد، الراجل ضربه زي زين الدين زيدان في ماتش مصر وايطاليا. خلي بالك خلي بالك، نشوفها بقى تاني بالتصوير البطيء. ارجع لي يا محمد اهو، ارجع لي يا محمد. اشكرك يا حبيب قلبي. يا نهار ابيض، الراجل اهو خلي بالك اهو، قال له كلمه غلط في ودانه اهو، والتاني لف بص للحكم عمل انه هيموه، ولف مره واحده واداله بالرصيه. استوب الكاميرا يا محمد، نشوفها من زاويه تانيه بقى، من زاويه تانيه اهي. لف قال له كلمه مش كويسه في ودانه، التاني عمل انه مش هيعمل له حاجه وخبطه. خلي بالك، استوب الكاميرا يا محمد، نشوفها من زاويه تانيه، من زاويه تانيه اهي اهي. الراجل اهو قال له كلمه، يا نهار ابيض، بص للحكم واداها له عشان كل اللي ما شافش يشوف. استوب الكاميرا يا محمد، نشوفها من الهليكوبتر بقى اهي. يخرب عقلك يا شلبي. الله الله الله، جري لي اللعبه يا محمد. واحمص اهو، طرد اهو، احمص، طرع الكارت الاحمر، احمص، طرد اخر لعيب من الهكسوس، طرد الهكسوس من مصر يا جماعه. يا نهار